هاي بارك. ايه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول اسمح لي يا ربي ها ناخذ أولا عندنا السي محمد سي محمد مكي. محمد مكي. شكون هو سي محمد مكي؟ شكون هو؟ سكرتير الولاية. إطار في الولاية تمشي لها، مقر الولاية تمشي لها. سابق. لا لا مازلت. مازلت قدام. مازلت إيه كونتر إيه. كونتر. إيه واش دير؟ قلت لك قلت لك إطار. إطار. شنو يعني إطار؟ إطار من إدارة يا خويا بوخير كوار. الله يبارك. أون فرونسي. إيه أون فرونسي. مع 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 من يعني؟ مع يوسف عيمر. معايا يوسف عيمر. نسيبي هذاك يوسف عيمر. الله يبارك. يخدم معايا إيه يخدم معايا في كوار واحد. في قبضتك. إيه. معاه ايه ومعاه ثاني كاين واحد اخر ثاني شاب شبيب تاعنا الله يبارك يقول عبد القادر قيوم قيوم بدا عندي خدمه 47 سنه 47 خلي براسك شنو عجبنا سيدي خليك خليك ما تقولش شاب ليه ما يخدموش شاب فرنسا وكل جاب الصفارتهم مسيين هذوك كل يوم تسمى الخبره يا راجل دماغ تسمى راك شاد مكان واحد ما قدرش يشدوني حتى الان انا دخلت للقرية ب 56 ها العام تاع العام هذاك اللي كنت نقرا فيه ب 10 سنين تاع دروك صحيح انت وقتاش بديت تقرا 56 المدرسة القديمة تاع ليبوا انا من وراك 58 ليبوا مونوبري محمد انا 58 كنت نسكن الظهرة الظهرة قدام الطرقي قدام الطرقي ايه وعبد الله بالشاوش وإدماء قاوري هذاك مازال كابويا مات بالجنبيرو وين وصلت للقراية؟ غير ثلاث سنين برك برونسي برك خلصت بالابتدائي برك عندك ولا عندك واش درت؟ من القناة عندك ولد؟ روحت قاعد هكذا مريعة كان مشي لك غير دوار زوج ديار ولا ثلاثة ايه ومن بعد كي كبرت الجزيرة ب 74 دخلت الإدارة درت ولاية درت تكوين ولا درت تكوين ايه في الإدارة في المركز سيفا سيفا عامين شنو عامين ايه سيفا ومن بعد دخلت الولاية نخدم خشيت من ذاك الوقت ما خرجتش كما راني اليوم راني والرتب اللي طالع 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 محمد اه هو قاعد تفهموا مع باش تخرج ولا هما ما طلقوك هما ما طلقوك محمد قلت له برك تاع فرنسا كنت ديموندي حقهم مش نسيين هو يكتب ويجي ويجي بحقهم ايه بيان ولا غادي حقهم تخدم بالانفورماتيك ولا لا دوكا دوكا ما عرفتش تبع عليه ايه كاين بسيلو بعد كثير عندي ديبلوم الله يبارك ما عرفتش تبع بعد جاني بيك دو تونسيون ما تيجي هذه ايه تبغي هذه برك اصبر ضربني واحد بعيد ايوه محمد ربي قدر ربي محمد ربي محمد محمد الله يبارك وهذو هنا وليداتك هذو بنياتك الله يبارك حفيداتك ولا وش يقولوا الله يبارك الله يبارك ربي يسرك ان شاء الله راني قاعد بكوره بارك الله فيك بكوره فيك دابا فينا تحية من عندك تحية محمد صاحبي راه الكلاس كبير كيما الكلاس حي واحد كان واحد من بعضنا ديما اي بصح يوميا كبير عليكم بنفس الشيء بنتي بنتي بارك تاج 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 بارك الله فيك خو عامر عامر ثاني عمو عمك عامر عمك انا عمو انت عمو والله